في أي دولة آسيوية قامت ثورة الملاكمين والتي بدأت عام 1900 على مهلك؟ دوس عندك 20 ثانية دوس قول لهم صح. الإجابة صح لا أنا مسكت هي صح قولي الصين صح. اتسمت الملاكمين ليه؟ هو كان في خوارج تقريبا او حد في كان اللي هو اللي طرد الخوارج مش لا علشان الصينيين كانوا بيتدربوا على مهارات قتاليه تراثيه بالنسبه لهم استخدموها في الثوره والصين طبعا اجابه صحيحه. النتيجه 20 بشوي الفيوم 5 دكتور جابر جاد بني سويف.